أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. في هذا الدرس رح نبدأ نطور على لعبة بقيتنا نظهرها بمظهر جمالي أفضل. الآن إيش رح نعمل؟ رح نضيف باخرة من اليمين وباخرة من اليسار وبعدين حنمشيهم، وكمان رح نبدأ نطور. بدل ما أول ما تبدأ اللعبة ألاقي الدبابات على طول في وجهي، بدي أخليهم يبدوا بمسافة أبعد عني مش على طول، وبدنا نطور الدبابات تصير تضوي وهي بعيدة عنا. ممتاز. أول إشي بدنا نعمله خلينا نبدأ نجيب الدباب البواخر الباخرة على اللعبة تبعتنا. خلينا نروح على ايبك جيمز ونجيب هاي الماتيريال اللي اسمها مش عارف ايش بالضبط، بعدين دستروير ويست، انت لو كتبت دستروير بين قوسين ويست حتطلع لك، وبعدين بتسوي لها اد بروجكت. بس وين بدك تضيف هاي السفينه؟ هاي السفينه بتضيفها، بتتذكر في المشروع السابق لما كنا ننقل الدبابات نقلناها حطيناها بملف وبقى في مشروع لحال، ونقلنا السفينه لحالها على المشروع تبعنا. يعني ما بدناش ننزل السفينه، السفينه مساحتها بالجيجا بايتات، فما راح ننزلها على مشروع كامل كل إشي فيها. ممتاز. بتضغط على اد بروجكت، كان اسم الملف تبعنا ام اف، هذا المشروع اللي كنا نحط جواته الملفات. فانت بتختار الملف اللي المشروع اللي انت عملته لحالك وبتضغط اد تو بروجكت. انا ما راح اسوي اد لاني انا اوريدي اضفتها. ممتاز. الان في هاي الملف هذا بتروح على الفيكلز، على هذا الملف بتفوت على فيكلز، بعدين بتفوت على الويست شيب وبتدور على سكيلتون مش، بس تفتحه بتضغط على ميك ستاتيك مش، تختار المشز وتكتب هنا شيب 1 او شيب زي ما بدك. الان تستنى شوي عبين ما ياسس لك اياها، يعطيك رساله تحت على اليمين. ممتاز، سكسسفول، عمل لي اياها. الان لو فتحت ودخلت على مشز راح الاقي السفينه موجوده. بيرفكت، ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان شو بعملها؟ بسكرها من هون وباجي بعملها سيف، اسكرها من هون. الان بدي انقل هاي السفينه على مشروعي، فبضغط عليها رايت كليك، وبعدين باجي على اسيت اكشن، على ميجريت، بضغط ميجريت. لاحظ اعطاني طلب مني ينقل كثير ملفات، بقول اوكي. الاس اس تي اللي هو ملف المشروع لازم ملف الكونتنت، لما انت نقلت له ما قلته على اي مكان ما راح ينفع، تختار كونتنت، سيلكت فولدر، يس اول. الان نقل لي الملفات تبعيتي. الان خلينا نشوف هون، لو اجينا على المشز هاي السفينه اللي نقلناها. ممتاز جدا جدا جدا. طيب خلينا نحطها بسرعه بس في العالم، خلينا نشوف هاي. ها اسوي لها شويه دوران، انا هيك احطها من اليمين واخذ نسخه ثانيه من اليسار. خلينا نتفرج الان، بدي ارجع هاي شوي لورا حتى اشوف شكلها اثناء اللعب، وهاي كمان بدي ارجعها شوي لورا. نسوي ستارت. ممتاز جدا جدا، هيك شكل اللعبة صار حقيقة اجمل. طيب الان بدنا نضيف نسخير يضيفه لما يضاف الجسر معانا نلاقي سفينة اجت. كيف بنسوي هذا الكلام؟ انتوا عرفتوا من اول احنا كيف نضيف الدبابات، فاحنا راح نسوي نفس الحركة عليهم. نفتح الملف تبع الجسر، نشوفه على البلو برينت، نيجي نفتح الجسر نفسه. ممتاز، نفوت على الفيو بورت. بيرفكت. في الفيو بورت بدنا نضيف ايات جديده. اي انا اتوقع اني حطيت. طيب نضيف اي، نفوت له باي 14 مثلا. انا بديش ال 14، بدي 6 اللي فوق هاي، لانها برا مش داخل في ملف. اوكي الان بعملها دبليكيت، بدي اسميها شيب رايت مثلا هاي، وبدي اعمل هاي الدبليكيت شيب ليفت اللي في اليسار وفي اليمين. طيب اللي في اليسار هاي واحده في اليسار بدي احطها هون، وفي اليمين بدي احطها لفوق شوي. طب خلينا نعطيهم مش بس مؤقت زي ما تعودنا، نحط لها كمان مش مؤقت، ازيحها شوي على اليمين. ممتاز. الان لو انا حطيت المش هاي بدي اشوف الشب كيف تطلع في العالم، موقعها اقربها شوي زي هيك اشوف. تمام كمان شوي، وهاي بدي احط لها الشب. موقعها ممتاز، ابعدها شوي. اوكي الان هدول الثنتين بعمل لهاي. حتى ممكن انا اشيلها من هون، شب رايت وشب ليفت.
ممتاز، شلنا الصور تبعيتهم. الآن بدنا نضيفهم على سبون انمي. هون في السبون انمي تتذكروا احنا كنا نحط الدبابات، الآن بدي اعمل دبلكيت الاثنين، بدي احلي هذول الشب، بسحب الشب ليفت، بمسح هاي وبسحب الشب رايت بمسح هاي. الآن شو بدي احط انا هون استاتيك مش؟ ممكن انا احط شب احط اكتبها هون هيك بالطريقه هاي، او اعمل فاريبل واحطها، بس انا ما عنديش غير شب واحده فراح اكتبها كتابه بهاي البساطه. الان بدي اسحب كمان هاي من فوق اجيبها معي شوي لتحت لهون عشان اوصل بسرعه بدل ما انا اسحب خطوط، زائد ممتاز، بسحب هاي بوصلها هون وبسحب هاي بوصلها هون. الآن صارت هدول لما تبدأ اللعبة راح ألقاهم موجودين جوا اللعبة. كومبايل سيف، بدي أمسح السفينة هاي من العالم وأمسح هاي وأسوي ستارت. لاحظ صار في عندي سفن دائما موجودة، طبعا السفن مقلوبة، لازم أنا الآن أرجع ألف السفن. طيب نرجع هناك، نفس اللي صار بالضبط مع مع الدبابات. تمام، بس هاي بدي ألفها 180 درجة وبمسك هاي وبدي ألفها 180 درجة. كومبايل سيف، ممتاز. نشوف الآن صارت السفن وجهها علينا. طيب الآن هذا الكلام لسه ما بكفي، بدنا نمشي هاي السفن. طيب وبدنا كمان نعمل شغلة، بدنا نقلل السبون ريت تبعها كتير، هاي بسرعة بتيجي 50%، فخلينا نحطها من 0 لـ 3، من 0 لـ 3 يعني 25%. نشوف الآن، ممتاز، ما فيش كثير سفن. تمام الآن حتى ممكن نقلل كمان لو بدنا، عشان حيصيروا تصادم السفن مع بعض، لكن خليهم مش مشكلة. من 0 لـ 4 يلا بسم الله. اوكي كومبايل سيف. طيب الآن حطينا السفن، ايش بدنا نعمل كمان؟ بدنا نضيف حركة عليهم. نيجي على الايفنت جراف، في الايفنت جراف حطينا على الايفنتك احنا هذول تبعون الحركة. خلينا نجي لهون وناخذ نسختين من هاي، دبلكت واحدة هون وواحدة هون. ممتاز، ووصل انا هاي هيك شغال. طيب وباجي بوصل الشيب ليفت، شيب ليفت، شيب رايت، شيب رايت، وبوصل هاي هون. طيب الآن خلينا نشوف السفن تتحرك. كومبايل سيف بلاي، هاي السفن قاعدة بتمشي، ممتاز جدا جدا جدا. طيب نطفي لمرة تانية شغلنا. طيب خلينا نشوف في انا ايش هون. اوكي في عندي ملاحظة، انا في عندي جسر هون على الارض انا واقف عليه، هذا الجسر هذا بيصير في جسر تحتيه بيجي كمان. الان شو بدنا نعمل؟ احنا سوينا السفن وحركناها، طيب بدنا نعمل كمان شغله، بدنا نضيف جسر بدل هذا الجسر. ما الاقي السيارات عليه، ايش بعمل؟ بكل بساطه باخذ نسخه من هذا الجسر اللي احنا بنشتغل عليه صرنا من بدايه اللعبه، بنعمل دبليكيت له وبدي اغير الاسم تي بي ام، اقول ستارت، هذا بدي اخليه فاضي، بفتحه بديش اسوي واحد جديد كامل، بس بدي امسك الكود كله هذا واسوي له ديليت، وبدي امسك هاي امسحها وهاي امسحها واعمل كومبايل سيف. ممتاز، الان هذا الجسر بدي امسحه وبدي احط جسر ستارت الفاضي لان هو في الهواء، احنا عارفين موقعه 0 0 0. ممتاز، حتى بدي امسح الصندوق هذا تبع التصادم كمان، هو ما عليه برمجه لكن بدي امسحه. اوكي كومبايل سيف. ممتاز، وبدي اخذ نسخه منه لهذا الجسر، انا ضاغط الت وقاعد بسحب. ممتاز جدا جدا جدا. الان خليني اشوف، اسحب شوي لقدام، بيرفكت. تمام الان صار عندي جسرين، لو بدأت اللعبه انا ما حاط اجتني تسوف الدبابات. ليش؟ لانه انا اصلا حاطط كود انه يبدا بجسر من الصفر. طب كيف بظبط هذا الكلام؟ خلينا نروح على الجيم مود، تتذكروا في الجيم مود
ثيرد بيرسون بلو برينت جيم مود اللي راح تفتح عندك انت هذا الجيم مود. في عندك عدد الجسور اللي تبدا فيه، وفي عندك اد بريدج. لاست بريدج كان صفر، احنا نشيها صفر، بدنا اياه اثنين، يعني صفر واحد اثنين. الان كومبايل سيف، لاحظ بدات اللعبه، الجسر اجى بعد مسافتين، ما اجى من لحظه البدايه، اجى الجسر بعد مسافتين. ليش؟ انا خليني اشرح لك هذا الموضوع للمره الثانيه. الان لاحظ احنا قلنا هذا قطره 6000 وشي، وين راحت؟ جيم مود 6750. طب 6750 ضرب صفر بتصير حط كل القيم صفر، بيجي هون بعدين اضربه بتزيد مره ثانيه، بتصير هون بتزيد زائد زائد، بتصير هذا قيمته واحد، بتصير عندك هون واحد زائد ضرب القيمه اللي هون، فبتصير يحطه بعد 6750 بيبدا من هون، بعدين ضرب اثنين بضرب 6750 ضرب اثنين بصير يبدا من هون. فانا ضربته على طول من اثنين، خليته يبدا من هون وحطيت اثنين فاضيين ورا، ممتاز جدا جدا جدا، وصارت تبدا اللعبه والساحه فاضيه بدون ما اطول الاقي دبابات فوتشي، بيرفكت. طب بدي اعمل كمان شغله. الان انت ملاحظ انه ممكن تظهر السفن في خلقتي على طول، اول ما ابدا اللعبه على طول بلقاهم فوتشي. انا ما بدي هذا الاشي يطلع قدامي على طول، بدي اخذ شويه وقت انه عبين ما تطلع هاي السفن بتاخذ مسافه، خليها من بعيد. كيف بعمل هذا الكلام؟ راح اعمل شغلتين. اول شغله راح اكثر عدد البريدجات اللي راح تطلع، البريدجز الجسور، بفوت هون اماونت بريدج بدي احط انا 7، فالان تظهر 7 جسور من اول ما تبدا اللعبه، ممتاز. هاي 7 جسور طلعوا، لاحظ انت السفينه ديك مبعدها، ممتاز. طبعا في كمان شغله ثانيه بدنا نضيف الان، بعد 7 جسور هاي بدي احط انا فوق، بدي احط ضباب. طيب خلينا نبدا نحط الضباب تبعنا، ارجع عند انا. طيب الان لاحظ في عندي انا هذا اكسبوننشال هايت فوق، وين هو؟ تحت المي، تحت تحت، شوف بعيد، يعني لو انا ضغطت عليه طلع وطلع قديش واطي تحت، ممتاز. بدي ارجع اطلع الضباب لفوق، باجي بحط هاي على الصفر الزد، ما هو اللي فوق وتحت هي الزد، فبحطه الصفر طلعت فوق، خلي حتى ارفع لفوق كمان شوي 1000، هاي متر لفوق، ممتاز، فوق المي حطيته، بيرفكت. وخلنا اجيبه لقدام شوي لهون بس عشان اعرف مكانه، ممتاز. الان هذا هو الضباب. الان لو بدأت اللعبة بالضباب فوق، لاحظ كيف، ممتاز جدا جدا جدا. طيب ايش بدي اعمل؟ حطيت الضباب انا هون، بدي كمان اعمل شغلة، بدي اغير. لاحظ انت هون فوق دينسيتي، كثافة الضباب، تخيل لو حطيتها واحد، شوف تخيل بصير، لاحظ كمية الضباب اللي صارت. لو انا سويت ستارت انا مش شايف اشي، صحيح انا عارف انه في دبابات جاي بس انا مو شايفها كويس. طيب انا لازم اقلل هاي الواحد، خلينا نحطها 0.2، نشوف الان كيف، تمام هيك احسن، لكن معها بدي اضبطك اكثر. ايش بعمل؟ شوف لي هاي الستار ديستنس، الستار ديستنس هي المسافة اللي بتبدا من الشخصية، يعني في منطقة هون ما راح يكون فيها ضباب، وفي عندك الفوك كت اوف ديستنس اللي هي بتحط حواليك. طب خلينا نسوي بس الفوك كت اوف ديستنس بس عشان تتعلمها، احنا ما راح نستخدمها. لو حطيناها 1500، لاحظ في دويرة حوالين الكاميرا، لو انا شغلت الان لاحظ في حواليها انا بس الفوق، هذا انا ما بدي هاي، بدي شغلة ثانية، بدي اللي فوق، بس انا سويتها عشان تعرفها طالما عندنا فرصة نتعلمها. بدي احط هاي 2500 وسوي ستارت، لاحظ انا حوالي مباشرة ما في ضباب، الضباب بعيد عني 2500 سنتي، ممتاز جدا جدا جدا. طيب ايش كمان بقدر اعمل؟ خلينا نرجع بس هون نشوف، ممتاز. الان بدي كمان بقدر اغير الضوء، الاناره، لاحظ انا بقدر احط هاي زي هيك واعمل اوكي، فصار الضباب الان ابيض زي هيك. خليني ارجع شوي نخفف الالفا شوي زي هيك، اشوف الان واجيب الابيض كمان، هاد نجرب الآن نشوف كيف صار، لسه الرؤية صعبة. خلينا نشوف فوق ديستنس 0.1، تمام. طيب ممكن نخلي أزرق، خلينا نجرب شوي ميل الأزرق،
شوية زراق. طيب خلينا نرجعه زي ما كان من الأساس. للأمانة أنا مش ضابط معاي، لكن بالإمكان أنت تلعب فيه حتى تشوف أفضل نتيجة بتلاقيها مناسبة لإلك. النتيجة الرئيسية كويسة مقبولة. طب أنا بدي أرجع كمان على الجسر تبعنا وبدي أخفي هذا الصندوق. خليني أكتب هون hidden، بدي أخفيه. خلاص ما في إله داعي يضل مبين طول الوقت. أسوي start. الآن ما في صناديق تجي يمين وشمال، ممتاز جدا. والسفن الآن ما راح انتبه لها أنا وهي بعيدة للدرجة هاي لما يتم إنشائها. خلينا نتأكد، لا لا والله لسه ننتبه لها. طيب إيش الحل؟ ممكن أنا أرجع على الجيم مود وأماوت فريدج، خلينا نحط 15، كومبايل سيف أو ما تبدأ اللعبة. الآن لاحظ أنت السفينة قديش بعيدة، في واحدة بعيدة ورا ورا ما راح أقدر أنتبه لهم، مع إني أنا حطيت فوق وكثرت الكمية. هيك راح يصير لو أنا سويت زي هيك. جيك تلاحظ المسافة، السفن تظهر من هون وكل الأشياء تظهر من هذا البعد. ممتاز، الآن صار عندي كل أمور. خلينا نرجع هون. ممتاز، صار عندي ضباب، صار عندي سفن، وصار وكل أموري مرتبة. خلينا نشوف مرة ثانية اللعبة. ممتاز، وصار نظهر نبدأ من مسافة قبل مسافة في عنا جسرين. طيب باقي علينا نسوي إنارة الدبابة. تلاحظ لما أقرب منها كتير بتصير تضوي. خلينا نفتح الدبابات. وين الدبابات؟ هي في المشز. خلينا نفتح هاي الدبابة. طيب الآن لاحظ لي في هاي الدبابة، في كل في غالبا برنامج Unreal Engine في إيش اسمه اللود. حلو، هذا اللود اللي هو موجود هون اللي هو إيش بيعطيك المسافة اللي بتظهر منها الإنارة أو المجسمات قديش وضوحها. الآن لاحظ أنت لما أحط على اللود 3 هي بتبدأ زي هيك، لود 2 تصير تبدأ شوي تظهر الإنارة أكثر، 1 0 0 أعلى وأفضل وأقوى إشي. طيب أول إشي خلينا نيجي إحنا ننزل لتحت شوي هون، بدي أدور على أوتو ننزل لتحت. قبل خلينا نشغل إحنا الكاستم. ممتاز، أول إشي شغلنا الكاستم ما كانش مضوية. خلني أطفي هدول واجي على في هون أوتو كمبيوتر لود ديستنس. تمام، وبدي اجي على سكرين سايز. هون شايف السكرين سايز هدول، بدنا نبدا من اخر قيمه تحت ونبدا نطلع فيهم واحده واحده. ما تبدا من فوق، ابدا من تحت من لود 3. تمام، بعدين بتيجي على الاوتو ديستنس. اوتو هاي بخليها مطفيه. ممتاز، وبدنا نكتب هون قيمه. طبعا انا ما تفكرني كنت اسطوره، انا تعلمتها من النت، نورت الدنيا حتى جبتها، فانا راح اعطيك اياها عب بسهوله. 0.00096 هاي اول واحده، بتطفي هاي بتجيب الثانيه. هاي 0.0997 لازم تكتبهم بالترتيب زي هيك. ممتاز، اللي بعديها 0.0998. ممتاز، واخر واحده بتحطها 1000 وحتى 10000، حط مليون صفر. حلو، هسه طفي الكاستم وخليها على الاوتو. الان خلينا نشوف هاي الدبابه جوا العالم تبعنا شو صار فيها. لازم تيجي من بعيد مضويه. طيب انا اوكي الان هي مضويه، بس ما خلينا نشوف وينها. جايين كلهم مضويين، لاحظ صارت مضويه من مسافه بعيده. خلينا نسوي كمان الدبابه هاي الاخيره، انا عملت واحده لحالي بس عشان اتاكد من الارقام. الان نيجي هون، نيجي نشغل كمان هاي، نحط كاستوم، نشغل الاوتو. وين الاوتو؟ الاوتو الاوتو اوتو هاي بنطفيها. ممتاز، نبدا باول واحده. وين حولنا؟ اطفي اضوي هاي، اطفي 1 2 3. بنبدا من لودو 3 حكينا، 0.0097 0.0996 انتر. بنطفي هاي وبنضوي هاي، 0.0997 بنطفي هاي وبنضوي هاي، 0.0998 انتر بنطفي هاي وبنحط على هاي 10000.
الان لازم تيجي دائما مضوية هاي الدبابة. نشوف بلي كل الدبابات لازم تيجي مضوية من بعيد، تمام. اللي مطفيها طبعا هو ممكن يكون الفوق، لاحظ حتى هاي ضوت الان كل الدبابات قدامنا مضوية، ممتاز. مش لما نلزق فيها بتضوي، ممتاز جدا جدا جدا. الان طبعا ممكن نضيف على الشخصية اصوات. احنا هيك خلصنا تطوير كتير من الاشياء في اللعبة تبعيتنا، خلينا نضيف شوية اصوات على اللعبة تبعيتنا. خلينا نيجي احنا هون نفوت على البلو برينت، نيجي على الشخصية. ممكن احنا على الايفنت بجن بلاي نضيف صوت اول ما تبدأ اللعبة. خلينا نجيب هون بلاي ساوند، وين نحط بلاي ساوند؟ نحط هاي اللي قدام شوي، بلاي ساوند 2D، ممتاز. الان ممكن انا الان بدي اعرف شو صوت احطه. خلينا نفوت على الشخصية تبعيتنا هون، اوديو كيوز، خلينا نشوف هاي انجيجينج، ممتاز. تمام، خلينا ناخذ هاي، بدي انسخ اسمها كوبي واجي احطه انا هون، بدي اخذ الكيوب كلها، كومبايل سيف. الان لما تبدا اللعبه ممتاز، ولو طفيناها وضويناها مرتين حتلاقي صوت ثاني بيطلع بانج. بعدين خلينا نشوف، ممتاز. طيب هيك الصوت صار كويس كتير. الان اول ما تبدا اللعبه، الان رح نطور شوي شوي في اللعبه طول ما احنا بنمشي في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. يلا يعطيكم العافيه، امان الله، مع السلامه.